السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء البدايات السعيدة وانطلاقة أسبوع متجدد من برنامجكم من عمان. نتمنى لكم مشاهدينا أسبوعا حافلا بالفرح والبهجة بالإنجاز والعمل في مختلف مواقع العمل والبناء في عمان الغالية. نحاول أن نجسد لكم هذا الحراك الوطني من خلال ساعة، باعتبار أنه يوم الأحد ونحن نكون معكم خلال ساعة، لأنكم بعد ساعة من الآن على موعد مع برنامجكم سؤال أهل الذكر. محطات متنوعة تعكس أيضا الجهود الصحية في السلطنة، ونبدأ بالخبر المتعلق باللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع كوفيد-19. فقد تابعت اللجنة العليا مشاهدينا التطورات الناتجة في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها. وقد اطلعت اللجنة على تقرير الفريق الفني المختص حول انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقدين في غرف العناية المركزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقاية للمجتمع من مزيد من التفشي لهذا الفيروس، وحماية للمنظومة الصحية في السلطنة، وتعزيز لقدرتها على التعامل مع الجائحة وغيرها من الأمراض. فقد قررت اللجنة العليا مشاهدينا استمرار إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر. كما قررت اللجنة العليا السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام، إضافة للالتزام بالإجراءات المفروضة على القائدين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ. حفظ الله سبحانه وتعالى عمان شامخة أبية وأبنائها البررة الميامين من كل سوء ومكروه. حلقة الليلة مشاهدينا كما ذكرت مليئة بالمتابعات، نتابع أيضا الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 والتي بدأت اليوم الفترة الثانية للمرحلة الأولى. تفاصيل مختلفة من خلال محطات متنوعة في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. في الجانب الآخر نتحدث عن نظام الدعم الوطني، مشاهدينا بادروا بالتسجيل ضمن الفئة المستهدفة في هذا النظام، وذلك للاستفادة في دعم الكهرباء والمياه ضمن نظام الدعم الوطني عبر الموقع المخصص أيضا لهذا الدعم أو إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه. تفاصيل مختلفة في حلقة لي تكتمل إلا بمتابعتكم الطيبة. أهلا وسهلا بكم. وش عاد لو صرت بعيد، لو غاب وجهك عن مداي مداي، ومشرقك ومشرقك. We'll be right back.
اشتاق لك يا بلادي كم اشتاق لك الله كم اشتاق لك يا بلادي كم اشتاق لك واظل انا المحتاج لك واظل انا المحتاج لك واظل انا المحتاج لك واظل انا المحتاج لك واقول يا عمري خذي عمري اذا اوراق لك واقول يا عمري خذي عمري اذا اوراق لك مع اني ادري انني واحد وكم عشاق لك اشتاق لك اشتاق لك اشتاق لك اشتاق لك اشتاق لك اشتاق لك وانت معاي اشعاد لو صرت بعيد لو غاب وجهك عن مداي ومشرقك اشتاق لك وانت معاي واشعاد لو صرت بعيد لو غاب وجهك عن مداي صرت النجوم اللي تطرز مفرقك بعض الليالي صافية ولا الغيوم اللي رعدها يطرقك وانت عيون غافية صرت النجوم اللي تطرز مفرقك بعض الليالي صافية ولا الغيوم اللي رعدها يا الوافية يا الكاملة في كل شيء يلي ولا بك شيء شوي يلي ولا بك شيء شوي أنا لو تغيبي ماني حي مساء عامر بالمحبة لكم مشاهدينا الأحبة دعواتنا الصادقة لكم بأن تكونوا في صحة وعافية ونبدأ مع أولى محطات حلقة الليل من برنامجكم من عمان الحديث هنا عن التدابير المتكاملة للأطفال ما دون السن الخامسة وهذه التفاصيل برفقة ضيفتنا الكريمة دكتورة فنة بنت عبد الله الفنة العريمية طبيب استشاري الصحة العامة خبير التدابير المتكاملة للأطفال ما دون الخامسة وزارة الصحة. مساء الخير دكتورة ونرحب بك في برنامج من عمان. أهلا وسهلا أستاذة بيان وأنا جدا سعيدة حقيقة يعني أننا اليوم أكون معكم حياك الله. أسعد الحديث عن الأطفال دون سن الخامسة. دكتور لماذا أنت مهتمة بهؤلاء الأطفال دون هذا السن على وجه التحديد ولماذا جاءت هذه التدابير أيضا متعلقة بهذه الفئة؟ بارك الله فيك أستاذ بيان وأنا سعيدة حقيقة بهذا السؤال. يعني من منا لا يحب الأطفال ومن منا لا يحس نفسه أنه هو سبحان الله يعني مسؤول على أنه يؤمن كل ما يناسب الطفل باختلاف المرحلة العمرية اللي هو يمر فيها. يعني دائما سبحان الله يقولون إنه
المراحل الطفولة، خاصة المراحل المبكرة. من هذه المرحلة سبحان الله هي لبنة الأساس في حياة الإنسان. فأتوقع أستاذ بيان سبحان الله حقيقة يعني حق الطفل أنه يحصل كل العناية، سواء كانت العناية الصحية بكل أنواعها والعناية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. طبعا ليش أنا مهتمة؟ لأنه بإذنه تعالى يعني هنالك بوتقة تكاملية بإذنه تعالى وتدابير متكاملة تقدم العناية الصحية للطفل الصاحي الصحي اللي ما فيه مرض، وكذلك للطفل الذي لا قدر الله يشتكي من أمراض. دكتور يعني نقرب المشاهد أيضا من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال تحت سن الخامسة في العالم. والله سبحان الله قبل كانوا يقولوا الأمراض المعدية هي يمكن يعني لها دور أكثر ظهورا في هذه الفئة العمرية. كان يقولوا الأمراض المرتبطة بالتشوهات الخلقية، يعني في بعض من المتلازمات مثل متلازمة داون وغيرها وغيرها. لكن أستاذ بيان بسبب نمط الحياة الغير صحي للأسف أصبحنا نشوف أطفال أقل من 5 سنوات ويشتكوا من أمراض مزمنة مثل حالة السكري. فالحين سبحان الله بسبب نمط الحياة والمؤثرات الخارجية اللي تحيط بهذا الطفل أصبح يتساوى من ناحية الأمراض الذي عرضه هو تظهر عليه حال وحال البالغ والكبير. يعني هنا أيضا برزت حاجتنا إلى تدابير خاصة بهؤلاء الأطفال. بارك نعرف بارك. الأمهات اليوم اللي تابعونا بمفهوم هذه التدابير. أستاذ بيان يعني الأمهات وخواتنا اللي يحضرونا، وعلى أساس ما يقولوا أن احنا متحيزين يعني للمرأة، كل اللي يحضرنا اللي يقدم الخدمة المنزلية للطفل وخاصة نخص هذه الفئة العمرية اللي ليها خصوصية من ناحية يعني احتياجاتها الخاصة، كونها إن هي يعني سبحان الله هذه الفئة الاكتشاف المبكر للتشوهات الخلقية للأمراض في هذه الفئة وهذه الفترة العمرية الزمنية من حياتهم تفرق بعد ذلك يعني في التطورات، بالإضافة إلى أنهم سبحان الله يعني هذه الفئة العمرية، أنا دائما أكرر هذه الجملة، يعني صعب ان هم يشرحوا ايش المشكله الصحيه اللي هم يعانون منها. فاللي يقدم الخدمه سواء كانت منزليه او مؤسسيه هو المفروض عليه انه يضمن انه الرعايه المتكامله حصلها هذا الطفل اثناء الزياره. يعني دكتوره انا افهم من حديثك انه هذه التدابير مختلفه عن البرامج المخصصه للاطفال، أم هي ذاتها؟ هي ذاتها أستاذ بيان، هي ذاتها، لكن آلية التقديم تكاملية. بمعنى أنه يعني حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني وصفها، إذا اشتكى يعني لما يوصف المؤمن ويعني والجماعة الجماعة أنه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهو جسم الإنسان سبحان الله يعني خلية واحدة، إذا اشتكى عضو من هذه الأعضاء، وخلينا نقول مش عضو، حتى لو جزء في عضو اشتكى سبحان الله بتسمع المشكلة الصحية في الأعضاء الأخرى. فالتدابير المتكاملة لصحة الأطفال أقل من 5 سنوات لا تختلف عن البرامج الأفقية التي توجه لهذه الفئة العمرية. الاختلاف الوحيد أنها تكاملية، بمعنى شوي من هنا وشوي من هنا وشوي من هنا، لما يجي الطفل كأنه دخل داخل تشيك أب كامل، قدمت له البرامج الوقائية كاملة والعلاجية كاملة أثناء هذيك الزيارة. نبسط للمشاهد أكثر، يعني مثلا طفل يعاني من كحة ذهب إلى المركز الصحي، كيف يتم تشخيص هذه الكحة؟ بارك يعني الله فيك. أفقيا أو عموديا حسب التدابير؟ طبعا شوفي نرجع ونقول مسببات الأمراض مختلفة وأعراض ظهور الأمراض تختلف، قد تكون المشكلة تظهر على شكل كحة لكن مصدرها قد لا يكون سبحان الله من الرئتين جهاز التنفسي، قد يكون مصدرها سبب آخر. طيب لما أنت تجي تطبقي التدابير المتكاملة إنه آلية الفحص والتشخيص والعلاج
تكون عن طريق المنظور التكاملي، بمعنى أنه هذه المشكلة، مشكلة الكحة اللي دخل فيها هذا الطفل، أنت تحاولي أنك أنت توصلي لها من كل الطرق، بكل يعني تستبعدي المشاكل الصحية الأخرى التي قد تسبب مشكلة الكحة، بالإضافة إلى أنك أثناء هذه الزيارة يعني تختبري الحالة الصحية العضوية والنفسية والتطور النمائي لهذا الطفل، وخلوه من المشاكل الخلقية، خلوه حتى من مشاكل مثل المتلازمات، خلوه مثلا من أطياف التوحد وغيرها. فبمعنى أنه أثناء هذه الزيارة هذا الطفل ما يطلع فقط أن احنا معالجين له مشكلة الكحة فقط، لا، احنا نظرنا لكل الاشياء اللي نحتاج ان احنا نكشفها بهذا الطفل اثناء الزيارة. نعم. طيب دكتورة، ايضا في هذه الدائرة يعني هناك اكثر من طرف، يعني هناك المؤسسة الصحية، الكادر الصحي، وايضا هناك المجتمع. حسنتي، دورنا اليوم نحن كمجتمع في انه نلزم هذه المؤسسات بشكل مباشر او غير مباشر في الاستفادة ايضا من هذه التكامل، من هذه التدابير المتكاملة. بارك الله فيك أستاذة بيان. المشكلة الصحية أو زيارة المريض للمؤسسة الصحية ليست هي النهاية وليست هي البداية. نحن نكمل بعض، المؤسسة الصحية والمجتمع الذي يعيش به هذا الطفل تكمل بعض، إيد واحدة ما تصفق، ما ممكن، لازم اثنين يصفقوا على بعض. إذا جينا وتكلمنا على التدابير المتكاملة لصحة الأطفال أقل من 5 سنوات، لها محاور أساسية ثلاث. أول محور هو النظام الصحي وكيفية تقويته بحيث أنه يستطيع أن يترصد المشاكل التي يعاني منها هذا الطفل، ويقدم العلاج المتكامل بالأدوية الضرورية بآلية الفحص المتكامل. المحور الثاني كيف أنه يقوي الكادر الصحي بالاكتشاف المبكر للحالات الطارئة وعلاج الحالات الغير طارئة وكيفية التعامل معها من أجل تخفيض حدة الوفيات والمرضى وتعزيز الحياة ذات الجودة العالية لهذا الطفل. المحور الثالث هو المجتمع، كيف أن يكون مقدم الخدمة في المنزل حاله أو كفاءته مشابهة لكفاءة الكادر الصحي، بمعنى أن تكون اللغة واحدة ما بين المحاور الثلاثة. عندما تأتي الأم أو مقدم الخدمة المنزلية بهذا الطفل إلى المؤسسة الصحية، هو عارف ليش جاي، وعارف كمان أن زيارته هذه هي الزيارة المفروض يجي معها فيها، لا جاي متأخر لا قدر الله والطفل عانى من مشاكل، أو دخل لا قدر الله في مشاكل عضوية أكثر، أو أنه جاي لسبب يعني كان ممكن أنه علاجه بالمنزل. فالثلاثة بإذن الله عن طريق هذه التدابير المتكاملة يكملوا بعض من ناحية الأمراض اللي تصيب هذه الفئة. طيب دكتورة، رسالتك لي مقدم الخدمة داخل المنزل من اللي تابعنا في التعامل أيضا مع هذا الطفل دون سن الخامسة عند وجود أي عرض كان؟ بارك الله فيك. والله أنا دائما أقول أولا هذه الفئة العمرية لها خصوصية، يمكن بيفهموني لما بقول لهم يمكن هذه الفئة، وطبعا في فئة عمرية طفولة كذلك ليس لهم الحق أنه ما يوقعوا في يعني في حالة أنه إجراء أي مثلا معنا. إجراء جراحي أو غيره ما يقدر هم يوقعوا على نفسهم. صحيح. يعني مقدم الخدمة المنزلية هو الذي يقوم بذلك، أكثر من كذا أنه ما عنده حق أنه يقرر في نفسه. فبالتالي المقدم الخدمة المنزلية هو المفروض يعني يراقب هذا الطفل، عندما يشتكي من مشكلة يحط في باله أن هنالك مشاكل أخرى قد تكون أو أسباب أخرى قد تكون هي اللي أثرت هذا على هذا الطفل وأظهرت هذه المشكلة الصحية. صحيح. لازم أنه هو يكون يعني يتدرب يتعلم، لأن أمراض الطفولة تتكرر. وأستاذ بيان، لما تتكرر معناته أن احنا نكون فاهمين بالضبط إيش المشكلة اللي حدثت، هذه في الحالات الحادة مش الحالات المزمنة، إيش المشكلة اللي حدثت، كيف ممكن أنا بإذن الله أقي طفلي أنه هو يدخل في هذه المشكلة، لو لا قدر الله حدثت هذه المشكلة أنا متى أذهب إلى المؤسسة الصحية.
طيب في حالة المراجعة متى أروح أراجع في حالة طفلي؟ طيب استعدادي أنا مقدم الخدمة المنزلية على العلاجات المنزلية، هنالك مجموعة من العلاجات المنزلية المفروض أنا أكون فاهمتنها. أتوقع هذه أساسيات أختي بيان. إسعافات الأولية، العلامات الخطورة، يعني هنالك علامات خطورة حمراء احنا نعتبرها يعني لابد. يعني دكتورة البعض للأسف يعني هناك من الأطفال قد توفوا، ولكن لو تم تدارك الأمر يعني ربما لم يصلوا إلى هذه الحالة حسب الدراسات العالمية اللي ذكرتيها قبل الهواء. بارك الله فيك أستاذ بيان. طبعا علامات الخطورة الحمراء مختلفة وتختلف حتى باختلاف أعضاء جسم الإنسان. إحنا بالنسبة لنا حصرنا مجموعة من هذه علامات الخطورة اللي يعني درب الكادر الصحي عليها ودرب كذلك المجتمع على عملية الاكتشاف المبكر والتعامل حتى المبكر مع هذه العلامات الخطورة. سبحان الله، يعني التدابير المتكاملة كفكرة جاءت بسبب هذا أستاذ بيان. من 20 سنة أو 25 سنة كان كل سنة عالمياً يتوفى 11.1 مليون طفل أقل من 5 سنوات من أسباب ممكن الوقاية منها. نعم. والسبب أنه للأسف أنه البرامج الأفقية كانت توجه للمشكلة فقط بدون ما أنها تكون للتدابير متكاملة. عندما طبقت هذه منظومة التدابير من ناحية الاكتشاف المبكر، من ناحية التصنيف والعلاج والمتابعة، انخفض تقريباً أكثر من 6 مليون وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات. وإحنا يعني من ضمن إقليم البحر المتوسط كانت 1.5 مليون طفل يتوفوا بسبب هذا. نعم. نتحدث أيضاً عن كوفيد-19 والأطفال، هل يعني بعض الدراسات تقول بأن الأطفال بمنأى عن كوفيد-19 من حيث الأعراض، من حيث أيضاً حدة هذه الأعراض؟ طيب، يعني سبحان الله، أنا دائماً كنت في بداية ظهور كوفيد دائماً كنت أقول يعني الطفل حاله حال أي إنسان عادي، يعني في كورونا كوفيد-19 وحالياً إحنا ما زلنا في مرحلة يعني هذا الوباء، وبإذنه تعالى بإذن الله التوجه إلى الانتصار، إحنا انتصرنا بإذنه تعالى، ويعني وفي يوم من الأيام بيكون الانتصار أقوى وأقوى إنه يزول، يعني ربي عز وجل يزيل هذا الوباء. انتصرنا إن المعدلات نزلت معنا. كانت رسالتنا دائما إن الطفل في المنزل، لما أنا أتكلم على فئة 5 سنوات في الغالب هذيل يكونوا في المنزل، إن هم عرضة للإصابة، هم عرضة للإصابة. لكن سبحان الله لحد الحين الدراسات بيّنت إنه حدة الإصابة مقارنة بالأطفال الأكبر والبالغين وغيرها تكون أقل. وفي بعض منهم يعني تظهر عليهم بعض من المضاعفات التي تحتاج إلى أنه يتنوموا في العناية المركزة. رسالتي للأمهات أولا الاهتمام بالصحة النفسية لهذا الطفل، لأنه هو طفل، هو ما يفهم إيش يعني وباء، هو ما يفهم لماذا أغلق عليه الباب، هو ما يفهم ليش ما راح الحضانة، ليش ما راح مثلا رياض الأطفال. أنا أتمنى من مقدم الخدمة المنزلية أنه يحتضن الطفل، يتكلم مع الطفل، يشرح له أنه هذا وباء حدث وفي أوبئة ستحدث وفي أوبئة حدثت، والانتصار بإذنه تعالى حادث، لكن تضافر الجهود أنه إحنا قاعدين في البيت لأنه إحنا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لإنجاح بإذنه تعالى القضاء على هذا الوباء. هذه أهم شيء. الشيء الثاني يعني أستاذ بيان، أنا كثير أركز حقيقة على أنه الاهتمام بالشكل الكامل، يعني التدابير الاحترازية حتى الطفل لازم نعلمه إياها، غسل اليدين، لبس الكمامة، مع أنه يعني سبحان الله يقولوا أنه لا يلبس الطفل الكمامة لأنه يكون أقل عرضة وغيرها، ما هو بخطأ، إذا في تجمعات نلبس الطفل الكمامة حتى لو ما فادته ما بتضره، غسل اليدين، المسافة، الأمان، عدم المصافحة لو لا قدر الله في أحد بظهرت عليه أي أعراض التنفسية، يعني والحين الواحد سبحان الله الجو بارد والتهابات أخرى قد هذا نعزله. رسالة ثانية كمان بإذنه تعالى تغذية الأطفال، إحنا ما نتركهم على إنه على السهر على التلفزيون وما نهتم بتغذيتهم ورياضتهم، حتى الرياضة المنزلية أساسية. أنا أتوقع أتمنى بإذنه تعالى إنه كل حد يسمع هذا الكلام ويهتم بالطفل، لأنه كثير دراسات بينت إنه آثار هذا الوباء لأنه استمر فترة طويلة
وكانت في إجراءات كثيرة ستؤثر على الطفل حتى على الصحة النفسية. على الصحة النفسية نركز على هذا المحور جدا. صحة الأطفال النفسية كيف تأثرت أثناء كورونا وكيف راح تتأثر أيضا ما بعد كورونا؟ أستاذ بيان، يعني أنا أتذكر سبحان الله إحنا قدمنا حتى كليب كجمعية طبية العمانية وجبنا أطفال، يعني أنا اللي كنت أتقابل مع الطفل كنت أشوف الذعر والرهبة في عيونهم، يعني كنت في تساؤلات. مقدم الخدمة المنزلية ما طرقها معاهم، فبالفعل كان في نوع من الذعر. الطفل يسمع أنه أحد توفى في عائلته، أنه أحد من عائلته في الآي سي يو، في أحد من عائلته معزول. هذا بالفعل سبحان الله إذا لم يحتضن مقدم الخدمة المنزلية سواء الأب أو الأم أو من ينوب مكانهم الطفل ووضح له أنه هذا وباء وبإذنه تعالى في الطريق إلى الزوال بإذنه تعالى، أنا أتوقع الطفل يعني بيطلع من هذا الوباء بخير وسلام بإذن الله. الله يعني بإذن الله تنكشف عنا هذه الغمة عن البشرية جمعاء، والله يحفظ الجميع. شاكرين لك وجودك اليوم للحديث عن هذا الموضوع الشيق دكتورة فنة بنت عبد الله آل فنة العريمي، طبيب استشاري الصحة العامة، خبير التدابير المتكاملة للأطفال ما دون الخامسة بوزارة الصحة. شكرا لك دكتورة. ونتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في التقرير القادم. مشاهد جماليات قلعة نخل تبرهن على كفاح الإنسان العماني عبر حقبات زمنية مختلفة. متابعة طيبة لكم. نخل مزار سياحي فريد تحكي جزءا هاما من تاريخ السلطنة، فقد شهدت هذه القلعة أحداثا تاريخية عظيمة، وذلك لموقعها المتميز وتضاريسها الخارجية الضخمة التي تتخللها المدافع الحديدية، بالإضافة إلى أسوارها العالية وممرها المتميز بميله الشديد والذي يصل بك إلى البوابة الرئيسية من ناحية الشمال. تتخذ القلعة شكل صخرة غير منتظمة، ويلاحظ ارتفاع بعض أجزائها بارتفاع البناء، ويبدو ذلك جليا في أبراج جانبها الغربي. وتحتوي القلعة على سكن الوالي وأسرته قديما، وقاعة صيفية، وغرف خاصة بالجنود، وقاعات مخصصة للضيوف، ومخازن للتمور، ومطابخ أثرية، بالإضافة إلى مسجد وبعض قطع الأثاث القديم. وتحتوي القلعة على بعض السيوف والمدافع التي استخدمت في الدفاع عن القلعة ومناطقها الزراعية المحيطة بها. وما زالت القلعة تحتفظ بجمالها وأسقفها الخشبية ذات الطراز العماني بألوانه ورسومه التقليدية. شهدت القلعة اهتماماً كبيراً من مختلف الحكام، فقديماً اهتم بها الإمام السلط بن مالك الخروسي، ثم شهدت اهتماماً من قبل النباهنة خلال فترة حكمهم، ثم على يد اليعاربة، كما رممت في عهد أحمد بن سعيد البوسعيدي. وشهدت القلعة عام 1990 تجهيزات شاملة لا مثيل لها، اشتملت على تجهيزات أثرية وصناعات حرفية، وكل هذا بحرص شديد لتصبح القلعة وجهة سياحية فريدة تعكس تاريخ عمان وروعة الهندسة المعمارية الفريدة. ها
نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة بكل محبة في متابعات حلقة الليل من برنامجكم من عمان. بدأت اليوم وزارة الصحة تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح استرازينكا إكسفورد. إن شاء الله خلال المحطات القادمة نتابع أيضا مجريات هذه الحملة بالإضافة إلى واقع كوفيد-19 في مختلف المحافظات. هنا نتحدث عن محافظة شمال الباطنة من خلال مسؤول التقصي، أو جنوب الباطنة عفوا من خلال مسؤول التقصي الوبائي بولاية المصنعة يوسف بن حارب اللمكي. مساء الخير أستاذ يوسف، ونرحب بك في برنامج من عمان. مساء النور أستاذ ضياء، أخباركم بيعطيكم العافية على هالاستضافة الجميلة. يعني مساك الله بالنور. يعني كما أيضا ذكر البيان المتعلق باللجنة العليا أن هناك أعداد متزايدة في المصابين بكوفيد-19 في مختلف المحافظات، نتحدث عن المصنعة أو عن جنوب الباطنة والوضع الحالي والمشهد العام من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19، وهل تم أيضا يعني اكتشاف سلالة جديدة في ضمن نطاق جغرافي شمال أو جنوب الباطنة عفوا؟ بالنسبة للانتشار في الأونة الأخيرة، نلاحظ في الأونة الأخيرة في دول العالم الموجة الثانية من فيروس كورونا 19. للأسف لاحظنا زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس، من أهم الأسباب التزايد في الفترة الحالية بالتجمعات بأنواعها والتراخي في التدابير الاحترازية، وهذا أمر خطير لا نرغب مرة أخرى في حدوثه. أما بالنسبة طبعا لتزايد الحالات، ليس بغريب إذا كان هناك تراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية في هذه الفترة والوقائية، في لبس الكمامة وغسل اليدين، وكذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وحضور المناسبات الاجتماعية، وهذا أمر بديهي في هذه الفترة. إذا كان هناك تراخي عن هذه الآليات، يصبح هنالك زيادة في الحالات، حيث أن المرض لا زال موجودا وينتشر بين المجتمع. نعم. لم تقم وزارة الصحة بالإعلان عن انتهاء الوباء في هذه الفترة، فلا زال المرض موجود في طبيعة الحال، وإذا كان هناك تراخي يقابله زيادة في عدد الحالات. حاليا يا أستاذ ضياء، في الفترة الحالية مع فتح المنشآت الحكومية والخاصة التجارية والفنادق والمدارس، مع بدء العام الدراسي الجديد، كثفنا فريق التقصي وبمتابعة الصحة المدرسية، كثفنا الجهود في المدارس. جميل. بسبب الكثافة اللي راح تكون، نشوف اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلبة والهيئة التدريسية والهيئة الإدارية. لاحظنا في الفترة الأخيرة كثفنا جهودنا للمؤسسات التجارية التوعوية بين العاملين في القطاعات، بين في الزوار في الفنادق، كثفنا الجهود في تلقي البيانات والمعلومات من التوعويين، ولاحظنا في عدة إصابات كانت تذكر في بين المدارس، لكن بداية قام المتقصون بتتبع الحالات وعزل المخالطين وعزل المصابين. فلاحظنا في الفترة هذه لما كثفنا مع الرعاية الصحية الأولية ومع التنسيق مع الرعاية الصحية الأولية في المؤسسات القريبة من المدارس والمنشآت، ومع التعاون مع الصحة المدرسية، كثفنا لهذه المدارس البرنامج التوعوي، عزلنا المصابين والمخالطين، وعزلنا اللي هم مشبوهين بالحالات. فالحمد لله تفادينا قبل أن تصير بؤر لهذه المؤسسة أو المنشأة، فالحمد لله قبل أن تصير بؤرة تفادينا هذا،
فالأمور الاحترازية لا زالت قائمة صحيح. في المنطقة في جنوب الباطنة. نعم. وكما ذكرنا إن شاء الله ما توصل لمرحلة يعني كما نذكر وجود لقاح وبدء أيضا الحملة الوطنية لا يعني أن نتراخى عن الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية. اليوم وزارة الصحة بدأت أيضا استهداف فئة جديدة ضمن المرحلة الأولى باستخدام لقاح استرازينكا أكسفورد. نتحدث عن حملة التطعيم التي بدأت اليوم، أماكن تلقي اللقاح بالنسبة للمحافظة والفئة المستهدفة كما ذكرت في بداية الحديث. هي الله الحمد يعني بالنسبة للقاح تم توفيره في محافظة جنوب الباطنة. تلقى اللقاح ترحيب واسع من قبل المستهدفين. واللقاح له أسس ومعايير قامت الوزارة بإرسال الدليل الأرشادي إلى جميع المحافظات، ونقوم نحن بدورنا بإكمال هذا الدور لخدمة المجتمع. طبعا بدأت المرحلة اليوم في التحصين 7 فبراير من استرازينكا إكسفورد. كانت المستهدفون منهم كبار السن ممن يبلغون 65 من العمر بغض النظر كان في أمراض مزمنة أو غيرها. كان في مراكز تم إعلانها مسبقا لتلقي اللقاح في المحافظة جنوب الباطنة، في مجمعات الصحية عندنا مجمع رستاق الصحي ومجمع برك الصحي ومجمع المصنع الصحي من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة 8 مساء. أما بالنسبة للمراكز الصحية من 7:30 صباحا لغاية 2:30 مساء، هذا بالنسبة للمراكز مركز نخل الصحي ومركز العوابي الصحي ومركز وادي المعاول الصحي. أما بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا اللقاح السابق من فايزر، من اللقاح السابق من شركة فايزر خلال الفترة الماضية، لا يشملهم التحصين الحالي من إكسفورد استرازينكا، وسيتم إن شاء الله بإذن الله الإعلان عن موعد بدء اللقاح في الجرعة الثانية لاحقا عند الأشخاص الثانيين بإذن الله. نعم، نحن نعلم أنه يعني لابد أن تكون هناك فترة زمنية بالنسبة لفايزر بيونتيك، كما كنا نتحدث في برنامج من عمان في حلقات سابقة، وأيضا يؤخذ على جرعتين. بالنسبة لإسترازينكا آلية عمله، هل يؤخذ على مراحل؟ هل هناك فترة زمنية بين جرعتين؟ نقرب المشاهد الكريم. هي الفترة الزمنية التي حددت شهر بالنسبة للفايزر كانت 3 أسابيع، لكن بالنسبة لهذا اللقاح لمدة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية شهر كامل بإذن الله. نعم. طيب أيضا في الجانب الآخر نتحدث عن التواصل مع كبار السن من يبلغون فوق 65 سنة، هل يتم التواصل معهم من قبل المؤسسة الصحية أم هم يبادروا للذهاب إلى المؤسسة وطلب اللقاح؟ كيف الآلية؟ في جميع المؤسسات الرعاية الصحية الأولية يوجد كشف كامل، يوجز كامل منهم العمر 65 سنة، منهم عندهم الأمراض المزمنة أو غير ذلك، فيتم فرز الأسماء في حالة أنه موجود من تبع الولاية وتبع المؤسسة الصحية، يتم التواصل معهم من أقرب صحة المؤسسة الصحية ويتم إعلامهم للذهاب إلى مثلا المجمع أو المركز الذي يوجد به اللقاح. نعم. وغير ذلك تم الإعلان من قبل التثقيف الصحي ورعاية المسنين بالولايات إعلامهم إذا كان هذه الفئة العمرية موجودة بالقرى، رجاء التوجه إلى المؤسسة الصحية التي يعني يوجد بها هذا اللقاح. نعم. فيكون التواصل مباشرة، أو إن إذا كان بغض النظر إذا كان فيه مجموعة كبيرة يتم التنسيق ما بينهم.
نعم، بارك الله جهودكم، شاكرين لك انضمامك معنا عبر هذا الاتصال المرئي والحديث عن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 في جنوب الباطنة على وجه التحديد. كان معنا مشاهدينا مسؤول التقصي الوبائي بولاية المصنعة يوسف بن حارب اللمكي. شكرا أستاذ يوسف، ونتواصل معكم أيضا إلى متابعة أخرى نعكس من خلالها أيضا الحملة الوطنية في محافظة الداخلية، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. We're gonna make it.
تهداه وما ناس خيبه روس الشرايف تاجها وتزهيبه يعماني يا دار الفخر والهيبه. نتواصل في ذات المتابعه مشاهدينا ايضا والحديث عن تطعيم فئات مستهدفه في المرحله الاولى من الحمله الوطنيه للتحصين ضد كوفيد 19. الوضع العام في محافظه الداخليه وسمائل على وجه التحديد. تنضم معنا مشاهدينا عبر هذا الاتصال المرئي مديرة مستشفى سمائل الدكتورة الصيدلانية زكية بنت راشد الدغيشية. مساء الخير دكتورة ونرحب بك في برنامج من عمان. مساء الخير أختي بيان، أرحب فيكم جميعا وأحب أن أرحب بجميع السادة المشاهدين. يا هلا فيش. يعني في البداية كما ذكرنا بدأنا فعليا بتطعيم فئات مستهدفة جديدة ضمن المرحلة الأولى باستخدام لقاح أسترازينكا إكس 4. نتحدث عن مجريات اليوم بالنسبة لمحافظة الداخلية بشكل عام. نعم الحمد لله رب العالمين، تم صباح اليوم بدء أعمال تنفيذ الفترة الثانية من الحملة الأولى في حملة التحصين ضد مرض كوفيد 19 في محافظة الداخلية، طبعا تزامنا مع بقية المحافظات في السلطنة وتماشيا مع خطة الوزارة بخصوص تنفيذ الحملة. نعم، كيف تصفين الإقبال بالنسبة لليوم الأول وكيف تم التواصل أيضا مع الفئات المستهدفة دكتورة؟ يعني هل يتم التواصل مع الفئات من قبلكم كإدارة مستشفى أو كأقسام داخل مركز صحي، أم أنه كبير السن من يبلغ فوق 65 سنة هو يتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية حسب أماكن تواجد تلقي اللقاح؟ بالنسبة للفئة المستهدفة أختي العزيزة، هي كما أعلنت وزارة الصحة هم جميع أفراد المجتمع اللي من عمر 65 سنة فأعلى، والفئة أيضا الفئة المتبقية من الفترة السابقة اللي هم لم تسعفهم الظروف لأخذ اللقاح في الفترة الأولى، وهؤلاء هم مرضى السكر اللي من سن 65 سنة فما فوق، مرضى الربو أو أمراض حساسية الصدر من سن 16 سنة فما فوق، جميع مرضى الغسيل الدموي والفشل الكلوي من سن 16 فما فوق، وطبعا الكادر الطبي العاملين بالخطوط الأمامية ذوي الأمراض المزمنة. بالنسبة لطريقة التواصل مع الفئة المستهدفة، احنا في محافظة الداخلية نستهدف في المرحلة الأولى بحدود 13,651 شخص، والحمد لله تم إعطاء اللقاح في الفترة الأولى لعدد 5,138 شخص. فهذه الفترة اللي هي الفترة الثانية من المرحلة الأولى والمتبقي لدينا في جميع محافظة الداخلية بحدود 8,413 شخص. نعم. بالنسبة لطريقة استقطاب الفئة المستهدفة، طبعا كما تعلمون وزارة الصحة مشكورة قامت بالإعلان فور مباشرة بتنفيذ الفترة الثانية من حملة التطعيم فور الحصول على جرعات اللقاح من الشركة من شركة أكسفورد أسترازينيكا. وبخصوص المؤسسات الصحية، طبعا الأخوان الحمد لله رب العالمين بعض المراكز إعطاء اللقاح اجتهدوا وعملوا برامج للتواصل وللتسجيل، وكما قاموا بإعداد قوائم استخراج القوائم من نظام الكمبيوتر المستخدم في الوحدات الصحية لجميع المرضى أو لجميع المسجلين لدينا فوق 65 ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف ولمعرفة استعدادهم لأخذ الجرعة وإعطاء مثل ما تقولي جرعات تثقيفية إذا كان عندهم أي أسئلة بخصوص اللقاح.
اللقاح. نعم، نتحدث عن أماكن أيضا تلقي اللقاح في المحافظة، وكيف أيضا تم تقسيم هذه اللقاحات على هذه المؤسسات لتكون متناسبة أيضا كحيز جغرافي يسهل الوصول من مختلف المناطق داخل المحافظة. نعم، بالنسبة للمراكز أخذ اللقاح في محافظة الداخلية، كما تعلمون في الفترة السابقة أو الفترة الأولى تم تخصيص 7 مراكز وحدات صحية لأخذ اللقاح للفئة المستهدفة، لكن في هذه المرحلة نظراً لأن الفئة المستهدفة كبيرة وعشان نتغلب على مشكلة البعد الجغرافي بين وأماكن وبعد أماكن السكن عن الوحدات الصحية، تم زيادة الوحدات الصحية اللي تعطي اللقاح للفئة المستهدفة من 7 إلى 14 وحدة صحية متوزعة على جميع ولايات محافظة الداخلية. فإذا حبينا نذكر هذه المراكز بالاسم، عندنا مثلا في ولاية بدبد عندنا مركز صحي فنجة، في ولاية سمائل عندنا مستشفى سمائل ومركز صحي لزغ، في ولاية إسكي عندنا مستشفى إسكي ومركز صحي بلدان العوامر، في ولاية نزوة عندنا مجمع صحي نزوة ومركز مركز فرق الصحي، وعندنا مستشفى الجبل الأخضر، في ولاية الحمراء مركز صحي الحمراء، وولاية بهلة مستشفى بهلة ومركز صحي الغافات ومركز صحي بسيا، في ولاية منح مركز صحي منح، وأخيرا في ولاية أدم مستشفى أدم. نعم. فراعينا في هذه المرحلة توزع الفئة المستهدفة في الولايات والكثافة السكانية وطبعا والبعد الجغرافي بالنسبة للفئة المستهدفة من أقرب وحدة صحية. نعم، يعني في الجانب الآخر دكتورة، منذ أن بدأنا حملة التطعيم وتزادت يعني زادت عدد الإصابات بكوفيد 19، وهذا شأن عالمي، يعني في العالم أجمع ظهور سلالات جديدة أيضا للفيروس، نصف للمشاهد الكريم ونقرب من المشهد العام في محافظة الداخلية من حيث عدد الإصابات، وأيضا هل رصدتم أي حالات تتبع السلالات الجديدة في المحافظة؟ الحمد لله رب العالمين، حتى اليوم لم يتم تسجيل أو رصد أي سلالة أو أي حالة مؤكدة من السلالة الجديدة لمرض كوفيد 19، ولكن للأسف يعني لوحظ في المحافظة مثلها مثل بقية الوحدات الصحية وبقية دول العالم، يعني بعد ما استبشرنا مثل ما تقول شوي في فترة بانخفاض الأعداد، ويعني استبشرنا بأنه أنه تم السيطرة على المرض وعلى الجائحة، للأسف الشديد بدأ المنحنى الوبائي في السلطنة يرتفع مرة ثانية في الفترة الأخيرة، ويتم تسجيل حالات بشكل يومي بشكل يعني أنا لا أقول أنه بشكل متسارع، ولكن إذا لم ننتبه وإذا لم نتخذ الاحتياطات في هذه النقطة أو في هذه الفرصة حاليا، لا سمح الله قد نعود لنقطة الصفر أو نقطة البداية، والكل عانى من الفترة السابقة من إغلاق ومن فترة الحجر الكامل، يعني نتمنى أن ما نعود في الحقيقة لهذه المرحلة وهذه النقطة. دكتورة، نسأل الله سبحانه وتعالى بإذن الله أن تنكشف بإذن هذه الغمة بتكاتف الجميع ومساعدة الجميع، سوف لن نعود لنقطة البداية بإذن الله بالتكاتف. شكرا لك على انضمامك معنا للحديث عن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 في محافظة الداخلية. كانت معنا مشاهدينا مديرة مستشفى سمائل الدكتورة الصيدلانية زكية بنت راشد الدغيشية، وبهذه المحطة نصل بكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. مشاهدينا، مع ارتفاع المنحنى الوبائي وتصاعد أعداد الإصابات، هذه المرحلة تستدعي جهود في التكاتف والتعاضد بين أفراد المجتمع كافة من خلال الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والصحية في مختلف مسارات حياتكم الاجتماعية والمهنية. نصل بكم إلى ختام برنامجكم من عمان، هذه تحية فريق عمل برنامجكم من عمان والمخرج إبراهيم الزجالي. استمتعوا ببدايات الأسبوع وإلى اللقاء. التاريخ باسمه يهتف أن يحميها رب
الواحد الفرد الصمد من كل شر ويحفظه طول الزمان سلطاننا هيثم.